تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. حقيقة مثل ما عودناكم خلال هذا الشهر الكريم والشهر الفضيل هذا، نبدأ بطرح سؤال حلقتنا اليوم. السؤال يقول: متى تبدأ التغذية التكميلية للأطفال؟ هل من 3 شهور ولا من 6 شهور ولا من 10 سنوات؟ لا، قالت لي من 10 شهور هي. انزين. عموما السؤال: متى تبدأ التغذية التكميلية للأطفال؟ اللي يبغي يعرف الجواب ممكن أن يسوي داونلود حق تطبيق طفلي وبيلاقي الإجابة هناك. عموما هذا السؤال مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي للمشاركة في هذه المسابقة. يمكنكم إرسال رسائل نصية على الرقم 4006. حطوا لي بس الإجابة، اكتبوا 3 شهور ولا 6 شهور مع الاسم الثلاثي. واضح؟ 4006. أيضا مستمعينا اللي حاب يتداخل معنا في برنامجنا ممكن أنه يتصل على الرقم 600-55-1414، وبما أنها كحت فأنا بقولكم اسمها، ما كنت أبغى أقول في الفاصل الأول، لكن معنا طبعا الدكتورة وفاء عايش كالعادة، زميلتي في تقديم البرنامج، وأيضا يعني بتعطينا أكيد مجموعة من المعلومات التغذوية للحفاظ على صحتنا في رمضان إن شاء الله. صباح الله بالخير. صباح الفل والنور والسرور. ناخذ بس شي جولة سريعة على أهم ما طالعتنا بها وسائل الصحف ووكالات الأنباء. أول خبر عندنا يقول: صحة دبي منهجية جديدة لمسارات الابتكار والسعادة والمستقبل. استحدثت هيئة الصحة بدبي منهجية جديدة تمثل جزءا أصيلا من تكوين سياستها العامة والتطويرية في المرحلة المقبلة، وهي تركز على 3 مسارات رئيسية هي الابتكار والسعادة والمستقبل، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية دبي وتطلعاتها المستقبلية في تحقيق التنافسية العالمية في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الصحي. وخلال الاجتماع الذي ضم نخبا متنوعة وعددا من المسؤولين من مختلف التخصصات والمواقع الوظيفية في الهيئة، أكد معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن صحة دبي ملتزمة بما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شأن إسعاد جمهور المتعاملين بخدمات مبتكرة ومحاكاة للمستقبل بتقنياته الحديثة وأدواته. طبعا أنت حضرت هذا الاجتماع دكتورة؟ نعم، رائع صراحة. نحن ما نأخذ التفاصيل لأننا نخليها شوي شوي ما نطلعها حق الجمهور. خبر ثاني يقول: الشعير يطهر الجسم من الكوليسترول. توصل علماء كنديون إلى أن تناول كمية كبيرة من المنتجات والمواد التي يدخل في تركيبها الشعير يؤدي إلى تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم وفي مناطق أخرى من الجسم بشكل عام. ويعتقد الباحثون أن هذه المعطيات ستكون مهمة وقيمة جدا للأشخاص المعرضين لخطر تطور مشاكل أمراض القلب وأمراض السكري، وللأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وقال فلاديمير
فوكسان من جامعة تورنتو الكندية إن الشعير يحتوي على ألياف تساهم في تخفيض مستويات المواد التي تحتوي على نسب عالية من الكوليسترول كالدهون. وتوصل فوكسان بعد تحليله لمعطيات جمعها علماء آخرون حول كيفية تأثير الحمية الغذائية على تراكم الكوليسترول في جسم الإنسان إلى أن الشعير يعتبر واحدة من أهم العناصر المفيدة في نظامنا الغذائي لصحة القلب والأوعية الدموية، نظرا لمساهمته في خفض نسبة الكوليسترول في الدم. وخلصت الدراسة إلى أن تناول 5 إلى 6 جرامات من الألياف الشعير لمدة شهر قادر على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 7%، كما أنه يخفض خطر تطور تصلب الشرايين ويقلل من خطر جلطات الدم وأمراض القلب الأخرى. ولهذا السبب يوصي العلماء الكنديون بتناول المنتجات التي يدخل في تركيبها الشعير. وطبعا مو بس العلماء الكنديون، لأن أنا أقرأ الخبر وهي تهز راسها يعني صح. أي نعم. صح. حتى اليوم عندي محاضرة الساعة 5 عن الكوليسترول وأمراض القلب والتغذية المناسبة لهم، وحأتكلم بالتحديد عن الألياف ودورها الفعال في عملية خفض الكوليسترول السيء ورفع الكوليسترول الجيد، وحارض بعض الدراسات من ضمنهم هاي الدراسة على فكرة. جميل. إذن نذكركم بسؤال المسابقة. سؤال المسابقة: متى تبدأ التغذية التكميلية للأطفال؟ من 3 شهور، من 6 شهور، أو من 10 شهور؟ ممكن ترسلوا لنا الإجابة على الرقم 4006. يعني الظاهر وايدين عندهم الابليكيشن دكتورة، شوف ما شاء الله، يعني إجابات حلوة، يعني ما في غير إجابتين غلط، لكن باقي الإجابات كلها سليمة. يلا حلو. يلا عموما دكتورة، يعني بما أن تحدثنا عن الشعير، أعطينا بس شي لمحة سريعة عن فوائد الشعير. الشعير من ضمن الأشياء اللي أساسية لهم غير الكوليسترول، ينقي الكلى، يعني بيساعد على تفعيل وتنظيف الكلى من الشوائب. فالناس اللي عندها حصوة في الكلى، عندهم رمل في الكلى، بنقول لهم خذوا ماي الشعير. نتيجة لوجود الألياف اللي موجودة اللي فيه، نوع الألياف اللي موجودة فيه بتساعد على تفتيت وإذابة الحصى اللي في الكلى، وبتطلع مع البول دون اللجوء للجراحة، بالذات إذا كانت لسه في بداية تكوينها. أيضا من ضمن الأشياء اللي إحنا بنتكلم عنها للشعير، إنه بخاصية إنه الجلايسيميك إندكس، مؤشر السكر فيه قليل، بمعنى إنه لما يأخذ وجود النسبة العالية بالألياف فيه بتساعد على تفعيل دوره في، خلينا نقول، تنظيم الأنسولين اللي بياخده الشخص المعتمد على الأنسولين النوع الأول. وإذا كان النوع الثاني فهو يفعل عمل العلاج الدوائي لمرضى النوع السكري الثاني. يعني وجود طبيعة وجود الشعير بتخلي الألياف اللي موجودة فيه والعناصر الغذائية فيه ومؤشر سكر يعمل على تهذيب، نقول، عمل الأنسولين في الجسم وتفعيله إذا كان يفرز من البنكرياس مش من مصدر خارجي، بيفعل عمله. هاي 2. 3. 4. وجوده غني جدا بالفيتامينات ومعادن، من ضمنها المغنيسيوم اللي بيحسن المود، بيرفع هرمون السيروتونين كمان. ففي كتير فوائد له الشعير. جميل. نحن بما أنك أنت تحدثتي عن أمراض الكلى، أعتقد بعد الفاصل شوي ما نتناول موضوع الكلى والصوم بالنسبة لمرضى الكلى في بشكل مفصل. لكن دكتورة، أنت ذكرتي ماي الشعير، الآن في بعض المنتجات في السوق خلي الباودر في الأشياء الخاصة بالشعير، أن في منتجات أن هذه مياه الشعير فيها نكهات ثانية، مسوينا مثل نكهات في فراولة مثل فهذه شوف هي مشكلتها، هاي المشكلة الوحيدة اللي فيها فقط إنه فيها سكر. فإذا أنت وزنك عادي لو أخذتها ما فيها مشكلة، لأنها منكهة بفاكهة، بنوع بنقول بنكهات، مضاف لها نكهات.
أنا أصلاً النكهات هاي مواد مضافة وليست فاكهة طبيعية، فعم بضيف لجسمك مواد حافظة. أنا ما بفضلها كتير، أنا بفضل لو أنا أخذتها وأضيف أنا عليها فاكهة من عندي بغير طعمها، ولكن لا ما فيها هالضرر الكبير غير إنه فيها سعرات حرارية أكثر. جميل. وشو قلتي لي عن الباودر؟ الباودر اللي في منه هلا باودر، في منه كبسولز، في منه شاي، يعني انا بفضل اخده بطبيعه ماء الشعير او اللي هو الطبيعي وانا انقعه اعمله في البيت مثلا او كذا، او اذا اخذته ما اخده كبسولات، افضل ان انا اخذ البودر او اللي هو يحطه في ماء نفس الشعير بس مقطع صغير وتحطه تذوبه انت في الماء وتشربه، لونه أخضر هيك، كمان مجمع بسموه، فهذا كمان من النوع الجيد أكثر من الحبوب. جميل. نحن ما ناخذ فاصل دكتورة، بس قبل أن نطلع الفاصل خلينا نذكر بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة: متى تبدأ التغذية التكميلية للأطفال؟ من 3 شهور، من 6 شهور، ولا من 10 شهور؟ يمكنكم رسالة الإجابة على الرقم 4006. وأيضا بعد الفاصل نستقبل مداخلاتكم، اللي عنده مداخلات واللي جماعة الخير عنده يعني ياس يحجز حق المواعيد الجاية بالنسبة للمسابقات في البرامج القادمة اهدوا، يعني نحن في عندنا هذه الساعة الصحية لكم، إذا حد عنده أي استفسار ولا أي موضوع في على النظام الغذائي أو بالنسبة للصوم والغذاء ممكن نتواصل معانا خلال هذه الفترة عشان ما تشغلون بس الخط في مواضيع ثانية. فاصل وما نرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. مستمعين نذكركم بسؤال الحلقة اليوم: متى تبدأ التغذية التكميلية للأطفال؟ هل من 3 شهور، ولا من 6 شهور، ولا من 10 شهور؟ نأخذ جولة بس سريعة على بعض الرسائل النصية. صباح النور والسرور، قالت الإجابة، قالت احذفوا جواب رمضان كريم إن شاء الله. قبل أطلع الفاصل الثاني ذكري دكتورة بس عشان نحذف خيار من الخيارات. إنزين، السلام عليكم دكتورة، وين حصل مشروب الشعير أو ماي الشعير بدون نكهات؟ بوعلي من دبي. بالسوبر ماركت موجود، في الجمعيات موجود. إنزين. السلام عليكم، رمضان كريم، زوجتي حامل في الشهر الثالث وهي صايمة، أنا حاس الصيام أثر عليها وعندها جفاف بسبب عدم شرب المي حسب آخر تحليل قبل رمضان، شو الحل دكتورة؟ أولا لازم تراجع الطبيب المسؤول، طبيبها أو طبيبتها، عشان تشوف وضعها الصحي، لأنه هي اللي حتقرر مش أنا. ولكن الرجاء بما أنه هي عندها جفاف تبدأ من أكل الفواكه العالية بالماء، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، الكيوي، هاي الخس، الخيار، وشرب يعني بعرف بالأول 3 شهور بيكون فيه وحم ممكن ما بتقدر، تضيف منكهات على المي حتى تساعدها على شرب المي لمنع الجفاف لغاية قبل الأذان. خلنا أخذ أبو خالد. يلا. ألو. ألو، السلام عليكم. يا هلا أبو خالد. الخير. يا هلا. طال عمرك. صباح الخير دكتور وفاء. صباح الورد. الله يتقبل منا منكم. دكتورة يعني أنا سويت تحليل، عندي الكوليسترول 290 تقريبا الشيك أب الأخير اللي سويته، وعندي دهون مشبعة أو دهون الخبيثة على الكبد، فأدتني الدكتورة فيتامين إي كبسولات مدة 6 شهور، صراحة ما أكذب عليك ما أكلتها يعني ما دومت عليها يعني. طيب، ولا أنا أحس زي ما تقول زي تعب مثلا خلف الكبد، خلف في الظهر، وأحس بتعب تحت الصدر يعني الأيسر، فقالوا لي هذه كلها من أعراض الدهون، حتى عندي يعني الأهل لا تأكل، فأنا أقول الله يعني الحمد لله أتحرك، بس ما أدري هل هذه هي سبب الدهون ولا الآلام اللي تجيني يعني الروائح يعني في الظهر وفي الصدر من الشمال ومن اليمين. جميل. هل كم نسبة الدهون الثلاثية التريغليسريد؟ الدهون اللي قالت لي هي الدهون على الكبد اللي هي الدهون الفاتي ليفر الخبيثة هذه ما تسموها يعني. يقول هذه ما تروح إلا بفيتامين إي، ما أدري ادتني كبسولات. أوكي. نسبتها كبيرة والله يا دكتورة. ما أنا ذاكر بس الكوليسترول 290. أوكي.
الله جميل. طيب تسمع الإجابة يا خالد. أوكي. مخالد شكرا. خلينا بس ناخذ المداخلة اللي عندنا مع دكتورة آمنة الحضري. مرحبا دكتورة. أهلا السلام عليكم. كيف حالك دكتورة آمنة الحضري؟ اختصاصي أمراض الكلى في هيئة الصحة بدبي. أتمنى تواجدك معنا في الاستوديو لكن هي مرتبطة بالعديد من الأعمال والأمور اللي تتابع فيها المرضى. طبعا دكتورة نحن نتحدث عن مرض الكلى اللي يرتبط يعني بالعديد من المشاكل الصحية اللي تختلف شدتها وأعراضها من شخص لآخر، وطبعا منها يشمل حصى الكلى وأمراض الكلى مزمنة مثل القصور الكلوي والفشل الكلوي وغسيل الكلى، وتشمل أيضا أمراض الكلى المغص الكلوي. كل هذه الأمور نحن ما نطرحها لأن في شهر رمضان من كل عام يطرح هذا السؤال، ماذا إذا يمكن الصيام لمريض الكلى أو المسالك البولية خاصة وأن فترة الصيام تزيد عن 15 ساعة؟ هذا هو السؤال الرئيسي بالنسبة لنا دكتورة، وكنا نحن نتحدث يعني في بداية الحلقة ما أدري إذا سمعتينا ولا لا عن موضوع شراب الشعير وكيف أنه ممكن يفيد مرضى الكلى. تفضل دكتورة. أولا بديت أشكركم على هالاستضافة، وبعدين بغيت أنوه أن الصيام ما يأثر سلبي على المرضى على الناس اللي هو عندهم الكلى سليمة، لأن في أعتقد ها نفس البرنامج أنا حضرت السنة طافت وكان في أسئلة على الموضوع أن طيب إذا الصيام يعني يضر ليش إحنا نصوم؟ صح. لا بالعكس الصيام مفيد جدا وصحي جدا، لكن الناس اللي هي عندهم الكلى فيها بعض الأمراض هم اللي يتأثرون فيها. وبعدين نحن على أمراض الكلى مثل أنت ما تفضلت، أمراض الكلى اللي هي تتأثر بالصيام ثلاث أنواع، يا إما يكون في التهابات حادة شديدة بالمسالك البولية عموما، يا إما من الكلى في الفوق أو في الحالب أو في المثانة، أو يكون عندهم حصى أو تكوين حصوات متكررة في الكلى، أو يكون قصور كلوي. وفي كل حالة الصيام يأثر عليها بطريقة مختلفة. بالنسبة للالتهاب الحاد في مجرى البول، هذا الناس عادة ننصحهم أنهم يكثرون من شرب السوائل، وبالتالي الأفضل أنهم ما يصومون، لأن الجفاف ممكن أنه يؤثر على الالتهاب هذا أنه يزيده، ولأنهم يحتاجون شرب السوائل بكميات يعني وفيرة، فعشان كذي الأفضل أنهم ما يصومون. لكن بالنسبة للنوع الثاني اللي هو تكوين حصوات بالكلى، إذا كان تكوين الحصى هذا شيء حاد حاليا المريض فيه هالشيء ويشعر بالآلام وشعور بالغثيان واللوعة وعند تبول متكرر ومؤلم ساعات، فهذيلا الأفضل طبعا أنهم يفطرون، لأن في هالحالة يحتاجون مضادات حيوية ويحتاجون يشربون سوائل كبيرة يعني بكمية كبيرة. أما الناس اللي كان عندهم حصى لكن حاليا هم بحالة يعني جيدة، أو أن هي الحصى موجودة عندهم بالكلى لكن ما مسوت لهم حاليا مشاكل، فهذيلا ممكن يصومون، لكن ننصحهم أنهم يشربون كميات كبيرة بعد الفطور يعني بين الفطور والسحور. ويفضل طبعا أنه ما يشرب الماء أو السوائل هاي مرة واحدة يعني بكميات كبيرة على الفطور وخلاص يتم عقب المريض إلين السحور، بعدين بالسحور بس يشرب، بالعكس لازم يشربها على مراحل يعني على بين الفترة بين الفطور والسحور يتم كل شوي يشرب لين ما يكمل على الأقل لترين ثلاثة، لأن هذين الناس اللي عندهم حصى بالكلى مو بشرط يكون عندهم قصور كلوي بعد، لكن إذا كانت كليتهم سليمة فممكن أنهم يشربون لترين لين ثلاثة لين ثلاثة لتر. أما النوع الثالث الحين والأخير اللي هو القصور الكلوي المزمن، وهذين الناس عادة تكون عندهم مقدرة الكلى أو كفاءتها أقل طبعا عن الشخص العادي، وبالتالي ترشيح الشوائب من الدم يكون أقل وتتراكم عندهم الفضلات بكمية أكبر ويكون عندهم تجمع للسوائل بعد، وهذا لا يكون عادة نتيجة سكري، ارتفاع ضغط الدم، التهابات متكررة في البول، تكيس الكلية، أو يكون عندهم مضاعفات من بعض الأدوية. هم هذيلا تختلف حالتهم من شخص لآخر بالنسبة للصيام. جميل. الأمراض القصور الكلوي هذه خمس مراحل، عادة المرحلة الثالثة الرابعة والخامسة هم هذيلا اللي نخصهم بعدم الصيام،
الرابعة اللي هي تقريباً الكلى تشتغل عندهم من 15-30%، والخامسة لما تكون أقل عن 15%، وعادة الخامسة يكونون على الغسيل، بس في جزء منهم ممكن يكونوا مش على الغسيل. وفي المرحلة الرابعة عادة احنا ننصحهم طبعاً انه ما يصومون، لأن يصير لهم جفاف، وبعدين وظائف الكلى تدهور، تكون كليتهم حساسة جداً لدرجة السوائل اللي هم يعني المفروض يتلقونها، فالصيام يأثر عليهم سلبي يعني بالنسبة للكلى. طيب دكتور، في بعض الأحيان في ناس يعني يكابرون على هذا الموضوع، يقولون لا نحن نبغي نصوم، شو ممكن ننصحهم هذه للناس اللي مثلا الصيام قاعد يأثر عليهم بشكل سلبي، شو ممكن نقولهم؟ صحيح، هو بصراحة هالفئة من الناس احنا بعد نشوفهم وايد في عياداتنا، يعني ما بكل يلتزم بالنصيحة، في ناس يعني في جزء من الناس يقولون لا احنا صمنا كل هالسنين احنا ما بنوقف، خاصة كبار السن هذي لهم بالذات اللي يكونوا اكثر معرضين تدهور الكلى عندهم. صحيح، هذي اللي ننصحهم انهم يعني ما يكثروا من شرب السوائل، خاصة يوم بيجون يفطرون، وخاصة مثل ما قلت انا ما يشربون كله مرة واحدة ويتمون عقب لين الفطور على دفعات. هذا ايه على دفعات، وبعدين طبعا من السنة التمر لا يكثرون عن 3 تمرات، وفي ناس اللي هو تكون عندهم اصلا ملح البوتاسيوم مرتفع عندهم دائما في فحوصاتهم، يعني لما نسويهم شهرية، هذيلا ننصحهم انهم يمتنعون اصلا عن الرطب والتمر بانواعه يعني. جميل. وبعدين انهم ما يكثرون من البروتينات، لان البروتينات بتزود السموم اكثر. وبعدين بالنسبه للالياف يحاولون ياخذون الياف، وما يتجنبون المشروبات الغازيه لأن يكون فيها كمية كبيرة من الفوسفات، وهذا بحيث يساعد على تدهور الكلى، وهو أصلا المريض الفشل الكلوي يكون عنده الفوسفات اللي هو واحد من الأملاح، هذا تكون عندهم زيادة، فبعدين تسوي لهم أشياء يعني سلبية أكثر. جميل. لازم يكون معتدل في أكله، أكله يكون صحي، يبتعد عن المقليات، وأهم شيء إن السوائل، يعني إنه يكون هو حاليا يعني في هالحالة يكون في بالانس، كريتيكال بالانس، يعني مثل ما تكون يعني حالة حرجة، يعني لازم ينتظم بالنسبة للسوائل وبالنسبة للبوتاسيوم. طيب دكتورة، أنا عندي بعض المداخلات على موضوع الكلى، ما أدري إذا وقتك يسمح لي أني أنا أخذ فاصل وأرجع معاك إذا عندك وقت. طبعا. طيب، وطبعا معانا دكتورة وفاء عايش، بعد ما نتكلم في تفاصيل الأمور التغذوية، لكن قبل أطلع فاصل اسمحي لي ميثا، خلينا نجاوب على خالد. بخالد دكتورة وفاء كان تحدث عن الكوليسترول على السريع بس. أول شيء بنصح أنه لازم يراجع الطبيب بالنسبة للكوليسترول، لتفعيل الكوليسترول الجيد عليه بالمشي، عليه باستخدام زيت الزيتون، الامتناع عن الدهون المشبعة بكميات كبيرة، ممنوع يأخذها نهائي، أي شيء مقلاي، أي شيء فيه دهون، يأخذ الفيتامين إي، يأخذ الثوم، حبوب الثوم، وحنتكلم عن الثوم وفوائده خصوصا لمرضى اللي عندهم الكوليسترول عالي. أهم شيء يأخذ الألياف، لأنه إلها دخل كتير كبير في تخفيض الكوليسترول السيء واللي هو مرتفع عنده، والحركة بركة أهم شيء يعمل رياضة، لأن هي السبب في أنها تخفض الكوليسترول السيء. طبعا مستمعين، قبل أن نطلع الفاصل خلنا نذكركم بسؤال الحلقة، متى تبدأ التغذية التكميلية للأطفال؟ وأنا وعدتكم أني بشيل إجابة واحدة، هل هي من 3 شهور، من 6 شهور، ولا من 10 شهور؟ نلغي 3 شهور ونقول من 6 شهور ولا من 10 شهور؟ ممكن إرسال الرسالة على الجواب على الرقم 4006 مع الاسم الثلاثي. أنا طبعا لغيت الجواب اللي أكثر شيء ياسين يرسلونه غلط. شوفوا أكثر من هيك مساعدة يعني صراحة محمود ما مقصر معهم. أيه والله صراحة. فاصل وما أرجع لكم. صحة وسعادة، حياكم الله مرة ثانية مستمعينا الكرام، وخلوني أرحب بالضيوف اللي عندي عبر الهاتف، الدكتورة آمنة الحضيري اختصاصي أمراض الكلى في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في الاستوديو معي الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. دكتورة معانا بعد؟ دكتورة آمنة؟ هي معك. يا هلا، قلتي لي في مداخلة ميثة على الموضوع هذا، موضوع الكلى. انزين،
دكتورة آمنة، قبل أن نأخذ هذه المداخلة بس يعني في سؤال يعني على السريع، شو المفروض يسوي مريض اللي عنده مشاكل في الكلى قبل لا يصوم؟ موجودة المداخلة؟ طيب خلينا نأخذ المداخلة الدكتورة وما أرجع للسؤال. عبد الله تفضل. السلام عليكم. يا هلا. يا هلا. حياتي لك دكتورة ودكتورة ولمخرجة ولمستمعين لمستمعات إذاعة نور دبي. شكرا. أنا صحيح طيب. الله يحييك. تفضل يا عبد الله. طال عمرك يعني مثلا بقول شيء، هاي مدخنين فيهم كلى، فيهم أمراض، نقولهم يا أخوان لا تدخنوا، ما بزين لا تدخنوا، ترى تأثير كلى، تأثير قلب، تأثير شرايينك، يعني أنت تضر صحتك بروحك بروحك يعني. لا يدخن، خاصة المدخن هذا فيها مثلا كلى، فيها قلب، فيها شيء هذا أكثر يأثر عليك. هذا نصيحة للمستمعين اللي يدخنون مدخنين. جزاك الله خير يا أبو عبد الله، تسلم. شكرا لكم. هاي نصائح كسروا، هاي نصائح كسروا، يودرون هذا شيء عادة سيئة. صحيح. شكرا لكم. شكرا أبو عبد الله. طيب دكتورة آمنة، يعني تعليقك على مداخلة أبو عبد الله، وأيضا ما نتكلم على الأمور اللي يجب أن يفعلها مريض الكلى قبل الصيام. بالنسبة للمداخلة أشكر الأستاذ عبد الله على هالمداخلة. بصراحة يعني التدخين واحد من الأسباب اللي هو الدهور أصلا وضعف الكلى بغض النظر عن الأشياء الثانية. صحيح. يعني مع التدخين والصيام بعد يعني الكلى نقول له الله يرحمها. طبعا يعني نصيحة على الأقل في رمضان فرصة من الواحد يبتعد عن التدخين إن شاء الله. صحيح. بالنسبة لسؤالك، قبل لما المريض خلاص يقرر يعني أنه ما بيسمع كلام الطبيب أنه بيصوم غصبا عنه، ساعتها إحنا يعني ناخذ احتياطنا أكثر لهذا المريض، فنطلب له الفحوصات الوظائف ونعطيه كل النصائح اللازمة، مثل ما في البداية قلت لك ياها بالنسبة لشرب السوائل، نحوله على مسؤولة التغذية، تعطيه النصائح بالنسبة كيف الفطور الصحي، كيف السحور الصحي بالنسبة له، شو الأشياء لازم يبتعد عنها في الفطور وفي السحور. زين، يوم أن مسؤولة التغذية موجودة عندنا خلنا نسألها، شو هو الفطور المتوازن والصحي لمريض الكلى دكتورة؟ طبعا اتكلم. مرحبا، كل عام وانت بخير دكتوره امنه، ينعاد عليك يا رب. حبيبه قلبي. اولا زي ما تفضلت دكتوره امنه، في كتير اشياء احنا ننظر لها، او المرحله اللي فيها الشخص. عادة نحسب الكلى لمرضى الكلى السعرات الحرارية من 30 ل 35 كيلو كالوري لكل كيلوغرام من وزنه. بالنسبة للبروتين حسب الستيجز، هلا إذا الشخص العادي ما بيحتاج من 1 ل 1.2 جرام بير كيلوغرام بروتين، إذا كان ستيج رقم 1 بيحتاج 0.75 جرام لكل كيلوغرام من البروتين، لأنه زي ما تفضل الدكتورة آمنة البروتين كتير مهم لمرضى الكلى. إذا كان ستيج طبعا من 1 ل 3 فتقريبا من 0.5 ل 75، إذا كان نوع ستيج 4 ستيج 5 بنحسب لهم 0.6 جرام بير كيلوغرام بير لكل وزن. وطبعا ما في شيء اسمه ما في بروتين الآن، يدرس ويحسب على حسب الوزن، على حسب الحاجة، على حسب الشخص، وعلى حسب الستيج تبعه. هاي واحد. بالنسبة للناس اللي بيعانوا من الحصى، أهم شيء نطلع على الناس اللي عندهم الحصى الفلويدز، زي ما تفضلت الدكتورة كمان، الفلويدز أو السوائل يجب أنه يأخذ حوالي 70 أونس أو ما يعادل 8 3/4 لتر كبس عفوا مي، 3 لترات تقريبا لأنه الكلى بتحتاجها فقط للكلى عشان تنظف، بنحتاج حوالي 8 3/4 كوب اللي هو زي ما تفضلت حوالي 2 لتر تقريبا مي لتغسل الكلى. ودائما احنا بنحاول نعمل
اكيد دكتور امنه عارفه لانه ذس هذا الاجراء العادي، بناخذ الكوريكت لليورين حتى نتاكد انه تابع الاختصاصيه التغذيه قديش النسبه، وتشوف نسبه التراكمات بالنسبه للناس اللي عندها الستون. ايضا بالنسبه للي عندهم ستون كثير اللي حصل كلى، كثير بهمنا الكالسيوم انه نطلع عليه وكم نسبه الكالسيوم اللي موجوده عندهم وشو نوع الكالسيوم اللي بياخذه، لانه طبعا انت عندك الحصوه الكلى في اكثر من نوع على حسب النوع احنا بنعطي الحميه، يعني هذا لحاله محمود له باع خاص يعني. فكل نوع من الحصى الاوكزاليت او الكالسيوم او له حميه خاصه فيه عن طريق اختصاص التغذيه، بتجلس مع الشخص وبتحط له اياها. بس مبدئيا بيندرس الكالسيوم، بيندرس قديش النسبه اللي لازم ينعطى فيها الشخص، الفلويدز الاوكزاليت اللي موجود وعلاقته مع الكالسيوم، الصوديوم الموجود، الالياف، هل الالياف الانسوليبل فايبرز اللي هي ذائبه والغير ذائبه بالمي، وقديش النسبه اللي لازم ياخذها الشخص. كل هاي بتنعمل كباكج كحمية تفصل للشخص على حسب احتياجه. جميل. أنا بسأل سؤال الآن، يعني في مشروبات اللي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة وأيضا المشروبات الغازية، بالنسبة لي مرضى الكلى شو اللي تنصحونه؟ إلي ولا دكتور أمني؟ لكم أنتوا الاثنين. دكتور أمني ذيك جابوا ولا جاوب؟ كيف انا يعني العصا انه مشروبات القهوه والشاي والكافيين عموما يعتبر مدرات للبول. اذا استعملناها في رمضان اصلا بيزيد الجفاف، وممكن دكتوره وفاء تاكد. شوفي هي 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 صح مدرات للبول، ولكن الجسم بيعوضه. النقطه اللي كتير اساسيه واللي تفضلتي فيها وبعيدك فيها انه يجب ان تحد الكميه، يعني فيري لايت تي احنا بنقولهم. يعني في ناس ما بيقدروا دكتور امنه يمتنعوا عن الشاي او القهوه وعامل اساسي، فاحنا بنقولهم كتير تكون خفيفه مخففه لدرجه انه بس يشم ريحه القهوه او ريحه الشاي فيها، عرفتي، حتى ما تؤثر سلبا وتزيد كميه الجفاف عنده زي ما تفضلتي. طيب طبعا رمضان الحين صار جينا في الصيف وما شاء الله يعني الاجر ان شاء الله يكون مضاعف في 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 هذا الشهر. لكن دكتوره بالنسبه للاشخاص اللي عندهم يعني عملهم يكون خارج المكتب ويتعرضون لأشعة الشمس، هلا طبيعي انه شخص على حسب وزنه ياخذ كل وزن، يعني مثلا 60 كيلو يضربه في 35 بيطلع له كم احتياجه في المي، لكن الناس اللي بتعمل في الخارج فنسبة المي عندها بتكون لازم اكثر. وزي ما تكلمنا وبنرجع بنأكد المعلومة، كل المي يعني خذها عن طريق الفواكه حتى تدخل في داخل الخلايا عن طريق الهضم ويتم امتصاصها أقوى وأسرع. إضافة للترين اللي تكلمنا عنهم اللي إجباري للكلى، يعني لترين ماي لازم يشربهم كماي والباقي يؤخذ عن طريق الفواكه والخضار. جميل. بالنسبة لنا صراحة المرضى اللي عندهم يعني الدرجة الرابعة والخامسة من فشل الكلوي البوتاسيوم ننصحهم أصلا أنهم ما يطلعون في الجو يعني ويتأثرون وهم صايب، إذا هم يعني حبوا أنهم يصومون. بس نحن ما ننصحهم يصومون اصلا. اي في اضافه في اضافه لذلك تحصل في ناس ما يسمعون الكلام يعني. صحيح. في اضافه تكلمتي عنها دكتوره امنه وباكد عليها، بس لعمليه التخلص من البوتاسيوم، الدكتوره امنه اكدت انه الناس اللي عندهم البوتاسيوم بيكون عالي انه يبتعدوا عن الاطعمه اللي فيها البوتاسيوم. طريقه التخلص من البوتاسيوم سهله جدا يا جماعه، فقط اغلي الخضار او اغلي اللحم او سمك او دجاج او شو اللي بدك اياه تطبخه، اغليه ارميه كب المي منه راح البوتاسيوم. بالنسبه للخضار الطازجه يمنع تماما الا الكيوكمبر لانه كتير قليل، الخس بسيط جدا فيه، يبتعد تماما عن الطماط، عن الموز، عن الفواكه العادية، ياخذ التفاح يسلقه ويحط عليه الجرفة وتكون يعني بطريقة إذا خاطره ياخذ الفواكه تأخذ بطرق احنا بنعطيها مغلية ومرمية المي ومتخلصين من البوتاسيوم. طيب انا عشان ما اعطل دكتورة آمنة اخر سؤال عندي لك دكتورة آمنة الحضيري، دكتورة اللي عنده كلية واحدة شو يسوي؟ اللي عنده كلية واحدة هو عادة الوظائف سليمة
ننصح انه يشرب سوائل وانه الافضل انه ما يصوم، لكن اذا عنده الوظائف اوريدي متاثره وعنده يعني نوع من القصور الكلوي فيمشي عليه نفس اللي يمشي على المرضى القصور الكلوي. ياكل بطيخ؟ ليش ما ياخذ بطيخ؟ نميثة بن بياتي مخرجتنا تقول انا اكل بطيخ وايد. حضرت لها شراب البطيخ لميثة. زين. عموما دكتورة آمنة الحضيري اختصاصي امراض الكلى في هيئة الصحة في دبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة. خسرنا تواجدك معنا في الاستوديو، لكن ان شاء الله في القادم من الايام بتكونين معنا ان شاء الله. مشكورة يا دكتورة. شكرا جزيلا. نرجع لسؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول متى تبدأ التغذية التكميلية للأطفال؟ هل من 6 شهور ولا من 10 سنوات؟ عشر سنوات ولا 10 شهور؟ 10 شهور. زين، هل هو من 6 شهور ولا من 10 سنوات؟ من عشر شهور. اختاروا الإجابة السليمة. عندنا تقريبا 4 دقائق قبل نوقف استقبال الإجابات. 4 دقائق ومنوقف استقبال الإجابات. أيضا دكتورة خلال هذه الفترة خلينا يعني نتحدث بس بشكل سريع عن مرضى الكلى. زين، أهم الأشياء، أنت تتحدثي في وايد مواضيع تخص الالتزام بمشروبات وبأمور معينة، لكن باختصار شو ممكن نوجز؟ أعطيك دراسة. أي. في دراسة، والآن طبعا أنا أتكلم ممكن الشخص يدخل على الكمبيوتر ويطلع المعلومة اللي أنا عم بقولها. في دراسة أثبتت أنه الناس اللي عندها حصوة في الكلى أفضل طريقة لتذويب الحصى عصير البقدونس الطازج. يضرب البقدونس مع ثلج أو ماء على الخلاط ويشربها على الأقل 2 كاسات في اليوم، بتساعد على تفتيت الحصى اللي في الكلى أو في الحالب وتطلع برا الجسم دون اللجوء للجراحة. طعمه عادي؟ عادي. طعم. صدقني أنا جربتها، أنا قبل ما أحكي الرسبي للعالم بحاول أطعمها. شوف لما بتحط الخيارين طبيب وجراحة، وهلأ أقول ما في جراحة، هلأ التفتيت حتى عن طريق الليزر إلا لا قدر الله كان حجمها كتير كبير، أدخل المستشفى وأعمل ليزر لتفتيت الحصى أو جراحة، ولا أخذ عصير أتحمل إني أنا أشربه 2 كاسات؟ لا، أنا بروح للكاستين أضبط لي يعني في اليوم. وهذه طبعا الدراسة، أي حدا ممكن يدخل على جوجل ويعمل بارسلي جوس فور كيدني فانكشن، الكلى وعصير البقدونس، وحيشوف الدراسة ومثبتة علميا من أكثر من مكان لتفعيل تذويب الحصوة اللي في الكلى. طبعا تكلمت على أنه لازم يشرب مي كتير، أنا ودكتورة آمنة وأكدنا على الموضوع. المي أقل شيء 2 لتر خلينا نقول لتفعيل عمل الكلى. أيضا البروتين بده يكون محسوب على حسب الوزن، السعرات الحرارية محسوبة على حسب الوزن. يحاول يشوف الكالسيوم ونوع الأوكسيليت اللي موجود، حمض الأوكسيليت اللي يتفق على تفعيل تكوين الحصى. وإذا كان مريض الكلى اللي عنده حسب المراحل تبعته بنعطي البروتين لأنه الجسم بحاجة له، ويقسم فطور وسحور. وزي ما دائما بنتكلم بكروا بالفطور وأخروا في السحور قبل الأذان حتى يكون عنده القدرة على التفعيل الصيام بصورة صحيحة. وتسحروا فإن في السحور بركة. ناخذ مداخلة. ألو. ألو، السلام عليكم. يا هلا، كيف الحال؟ الله يسعدك يا رب. أنا أخوي سؤال عن الكلى كان عندي. تفضل، مو مشكلة، إذا في مجال يعني دكتورة وفا تفيدنا بشكل معين، أو حتى ممكن نحول السؤال على الدكتورة آمنة في القادم من الأيام. تفضل يا سيدي. أخوي أنا عندي كلية اليسار تشتغل تقريبا 7%، 7.5%. عندي اليمين 92%، والدكتور قال لي لا تصوم، وعندي في الحالب يعني مسكر يعني. شو تنصحوني؟ خلاص الدكتور قال لك لا تصوم بعد. حصوات يعني عنده في الحالب؟ لا، هو اصلا حتى الدكتوره آمنة كانت تتحدث عن النسب، قالت اذا اقل من 15% لا تصوم. زين، كليه واحده قال 92، كليه ثانيه 7%. انا تسمع مني
زين ما بفتي ولا أي شيء، لكن اتبع نصيحة الطبيب، طالما الطبيب يعني قالك فأنت مرخوص إن شاء الله وما عليك شيء إن شاء الله يا رب. جزاك الله خير والله، يشافيك ويعافيك يا رب إن شاء الله. الله يشافيك ويعافيك وشاكر لك على هذه المداخلة. خلي جرب شراب البقدونس. جرب البقدونس. ما تعرفت عليك أنا، شو اسمك؟ أحمد خوي. أحمد ونعم. طيب أحمد أنا بعد كذلك بحاول أوصلك مع الدكتورة آمنة، إنزين بعد البرنامج بعد كذلك ممكن تعطيها، ممكن تشرح لها بشكل أفضل وتجاوبك، لكن جرب البقدونس يمكن يفيد معاك. البقدونس للحالب والتفتيت تبعه. جرب. وايد مجرب، وايد أشياء جرب. البقدونس جربته ولا؟ بقدونس، عصير بطيخ، وايد أشياء، كل واحد يقول لي شيء أنا جربته يعني. الحين الدكتورة وفاة تقول لنا هذه دراسة عالمية ومثبتة. مثبتة علمية. وأنا جربتها على ابن أختي، كانت عنده يعني الحالب الحصو كانت مؤلمة بطريقة فظيعة. وأحمد صدقني جرب، شرب العصير، التزم إنه يشرب كاستين في اليوم، فعلا يعني تفتفتت وبلشت تطلع بروحها، تعبته بس ما راح ما عمل جراحة ولا عمل ليزر. شو رأيك أحمد؟ أنا بتكلم على الحصى. أحمد أتكلم على الحصى وعلى تفعيل عمل الكلى. أنت عندك واحدة تشتغل ب92، فخلي فعاليتها أقوى بتنظيفها وعلى الأقل مرتين في الشهر. يعني إذا ما عندك الحصوة على الأقل الكلى الفعالة، فعلها أكثر بتنظيفها من الشوائب بأنك تأخذ على الأقل عصير البقدونس مرة أو مرتين في الشهر، يعني يومين مرتين في اليوم، عرفت كيف؟ على الأقل مرتين في الشهر. بس أختي لو سمحت كيف يعني طريقة هذا؟ بس تأخذ ضمة بقدونس تغسلها تماما، يعني تتأكد أنه ما فيها أي أتربة، وبعد ما تغسلها مضبوط تحطها، بس العروج تقطعها وتحطها بقلب الخلاط الورق تبع البقدونس، وتحطه يا ثلج وشوية ماء، تضربه على الخلاط وتشربه، وإن شاء الله ما فيها إلا العافية. جزاك الله خير يا أحمد، وأتمنى إن شاء الله دوام الصحة والعافية. طبعا أثناء هذه المداخلة كانوا الجماعة في الكنترول يختارون اسم الفائز، فالفائز معانا عبد الرحمن حسن عيسى، صح؟ عبد الرحمن حسن عيسى، ألف مبروك، فاز معنا بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. الإخوان بيتصلون فيك في الكنترول وبيخبرون كيف تقدر تستلم هذه الجائزة. ألف مبروك، وأيضا حظ أوفر. والله يا ساعات يوم أقرأ المسجات دكتورة، يعني أتمنى لو عندي جوائز حق الكل. فينا نقولهم الجواب صح؟ قلنا لهم الجواب ست شهور. أو ما قلت أنا؟ أنا أنسى تراني. أنا قلت بالبداية الحلقة أصلاً قايل إنه. هو أنت أعطيتهم الجواب أصلاً على طبق من فضة، ولكن تأكيداً هو ست شهور رضاعة طبيعية لمدة ست شهور، وبعد ذلك يبدأ الشخص في الأغذية التكميلية الطفل. جميل، خلنا نأخذ بس معلومة سريعة، في عنا وقت عن هذا. أعطينا التغذية التكميلية للأطفال بشكل سريع دكتورة. تبدأ التغذية التكميلية أولا بالعصائر المخففة مثل عصير البرتقال، ودائما دائما دائما ننصح في كل يوم نوع جديد، ما نخلط. بعدين الكوسة، الرز، البطاطا، الجزر بكمية. هاي أول ما نعرف الطفل على الأطعمة التكميلية. ومن ثم هذا من ست شهور، خلينا نقول سبع شهور. بعد السبع شهور نبدأ نضيف أنواع أخرى من الخضار. على الثمان شهور نبدأ نضيف اللحم. على التسع شهور والعشر شهور نبدأ نضيف الدجاج مع الخضار طبعا. نخفف يعني القمح، وهيك ما نبدأ قبل سبع شهور. الأشياء اللي فيها زي المانجا، الأشياء اللي ممكن فيها بذور، مش قبل السنة عشان الحساسية ممكن تسبب لهم حساسية. الأسماك بعد السنة، العسل بعد السنة. طبعا الأطعمة زي ما قلت وأأكد، كل البيض نبدأ بصفار البيض، وبعد السنة البيض كامل. جميل، هذه المعلومات كلها ممكن يحصلون عليها في تطبيق طفلي. تطبيق طفلي، ممكن تنزلون التطبيق وتحصلون هذه المعلومات ومعلومات زيادة عن الموضوع هذا. فنتمنى منكم يعني تشوفون هذه التطبيقات، لأن بالفعل هي تطبيقات مفيدة. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم.
على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع موضوع جدا جميل. ما أدري دكتورة بحكي لها شاي كرك صح؟ شاي الكرك لا، بس باكر عندنا موضوع عن التبرع بالدم، إذا حابة تشاركين معانا كان بها، مش حابة ممكن رجعت المكتب تجينا بعد بكرة إن شاء الله. فأنت شوفي شو اللي شو الجدول عندك، ونحن نتمنى وجودك دائما معانا يعني. عموما كل الشكر الدكتورة وفاء عايش، كل الشكر لكم مستمعينا الكرام، والشكر لمخرجتنا ميثا بن بيات، وكانت معنا في التنسيق شيمة تناك، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، وإلى الملتقى في الغد إن شاء الله. نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.